يا سحر هاتي البخور. كده يا فيروز؟ عايز تسيبي ماما يا فيروز؟ فيروز دخلي الشنطه دي جوه وبلاش شغل العيال ده. يلا ده بيتك فيروز واحنا اخواتك، ما يصحش تسيبينا وتمشي. فيروز انت اختنا، اختنا غصب عن اي حد، غصب عن التخين كمان، والورقه دي ملهاش اي لازمه خالص. اسمعي كلام اخواتك يا فيروز، استهدي بالله، تروحي فين بس؟ سيبوني يا جماعه والنبي سيبوني، انا بجد عايزه امشي. انتش منقوله من هنا فاهمه، ان شاء الله حتى احبسك. يا ناديه ناديه اقفلي باب الشقه. يا ماما والنبي ما تضغطيش عليا، والنبي يا ماما انا عايزه امشي والنبي. صالح سيبيها يا طن، سيبيها، هي يومين كده وهتهدى، مش كده يا فيروز؟ طيب سيبوها يا جماعه، انا هبقى معاها. كريم والنبي انا معايا العربيه بتاعتي. الحقني الحقني يا حبيبي. فيروز فيروز هترجع ان شاء الله، ما تخافيش، انا مش هسيبها. تليفونها مقفول، هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف، انا كل ما اكلمها برضو تليفونها مقفول. يا ترى هي فين دلوقتي؟ طب حد من اصحابها ما عندناش اي رقم؟ بكلم انجي ما بتردش. طب ما تسألي كريم كده يمكن يعرف حد. سألته بيقول لي برضه تليفونها مقفول. يا حبيبتي هترجع يا حبيبتي، والله هترجع. يلا ادخل رضيه. هو اللي غلط فيا الأول. معلش يا رشدي، أنت الكبير العاقل اللي فينا. حاضر. حقك عليا يا حسن. طبعًا ما أقصدش إني أطردك من بيت أبوك، بس أنت اللي عصبتني يا أخي. فهو كان ينفع إن أنتوا تخبوا علينا سر زي ده، ولا كأننا غربة يا جدع. ليه يا حسن؟ أنت رجعت للسجاير تاني؟ مش كنت بطلت؟ بقولك يا عمر، مش عايز اي نصايح من اي حد دلوقتي لو سمحت. يا ابني افهم انت، وهو انتوا كنتوا عيال صغيره ما كنتوش فاهمين ولا واعيين لاي حاجه، وابوكم الله يرحمه كان موصيني ما افتحش بقي بكلمه واحده عن الموضوع ده طول ما انا عايش. لكن المحامي يعرف عادي، فيروز تعرف وتسيب البيت برضه عادي. امك اللي اديت له الصندوق، لقيته بيكلمني بيقول لي في ورقه مهمه ممكن تعمل مشكله، ابعتها على الجروب ولا لا؟ قلت له ابعتها. ما اعرفش الورقه مكتوب فيها ايه، ما كنتش فاضي يا اخي. يا جماعه نصيبنا جه كده، واكيد ربنا ليه حكمه انه يكشف السر دلوقتي، مش كده ولا ايه؟ انت السبب في كل اللي بيحصل يا رشدي. ايوه انت السبب. ما كانش ينفع فيروز تشوف ورقه زي دي ابدا. قعدت عامل لنا الكبير، اللي شايل الدنيا كلها فوق كتافك، لحد ما طربقتها فوق دماغنا كلنا. برضه يا حسن، برضه مصمم تغلط فيا؟ انت ما كانش ينفع تعرف اي حاجه عن الموضوع ده، عارف ليه؟ كنت جريت على مراتك وقلت لها على كل حاجه، وانت كمان كنت رحت لفيروز وقلت لها. انا مراتي لغايه دلوقتي ما تعرفش كلمه واحده عن الموضوع ده. يعني ايه اجي اروح اقول لمراتي؟ انت اتجننت يا عمار؟ انت اتجننت ولا ايه يا حسن؟ بس انتوا اتجننتوا عمار. انت بتسمعوا ابوه ليه ولا ايه؟ ايه يا ولاد اللي انتوا بتعملوه ده؟ جرى ايه يا ولاد؟ جرى ايه؟ ايه اللي جرى لكم؟ بتقطعوا نفسكم قدامي؟ ده بدل ما تروحوا تدوروا على اخطاكم. معلش يا حبيبتي، معلش 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 يا حبيبتي. تعالي تعالي يا ام اسرح. معلش اهدي يا ماما، تعالي تعالي. يلا يا حسن، يلا يا حسن، يلا بينا يا حسن. مخلفه رجاله. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.